يعطيكم العافية جميعا. كنا بلشنا امبارح حكينا على المولكيولار كيناتيك ثيوري، اللي هي نظرية الحركية للجزيئات، أو النظرية الحركية للجزيئات. كنا بلشنا حكينا على الغازيوس ستيت، الحالة الغازية للمادة. الحالة للمادة هي الحالة اللي بتكون فيها المادة أقصى درجات التباعد ما بين جزيئات البارتيكل، بتكون البارتيكلز أبعد ما يمكن عن بعضها، بتكون البارتيكل في حالة كيس، في حالة فوضى، ما في أي نوع من أنواع الروابط اللي ممكن تكون بتجمع هاي الجزيئات فيما بينها. واحدة من أهم النقاط إنه أنا ممكن أتحكم بالحالة الفيزيائية الغازية للمادة عن طريق التحكم ب ظروف التمبريتشر، عن طريق التحكم بالبريشر. كنت درست امبارح انا وياكم على العلاقه ما بين درجه الحراره والفوليوم، درجه الحراره والضغط، او الضغط والفوليوم. كنت حكيت انه العلاقه هي علاقه طرديه ما بين درجه الحراره وما بين الفوليوم. كل ما برفع درجه حراره الماده، الحجم اللي بده يتوزع فيها جزيئات الغاز بده يصير حجم كثير أكبر، فهي علاقة طردية. وكل ما حكيت العلاقة ما بين درجة الحرارة والفوليوم، حكينا هي علاقة طردية، بينما العلاقة ما بين البريشر والفوليوم هي علاقة عكسية. كلما زاد البريشر اللي احنا بنضغط فيه هذا الغاز، بقل الحجم تبع هذا الغاز. ويمكن إنه إحنا عن طريق زيادة الحجم، أو عفواً زيادة الضغط المطبق على هذا الغاز، إنه إحنا نحول هاي المادة من الحالة الفيزيائية الغازية للحالة الفيزيائية السائلة، لأنه الضغط يؤدي إلى تقريب الجزيئات فيما بينها، بتقترب جزيئات المادة بينها وبين بعضها، وبتصير أقل مسافة ممكنة ما بين الجزيئات، تتحول المادة أو جزيئات المادة من حالة فيزيائية لحالة فيزيائية أخرى. هذا الشيء ممكن إنه كمان نعمله عن طريق تخفيض درجات الحرارة. تخفيض درجات الحرارة ممكن إنه نخفض درجة حرارة المادة، تنحول المادة من الحالة الغازية للحالة السائلة. عند هاي درجة الحرارة يطلق عليها اسم critical fluid energy أو critical fluid degree، اللي عندها بتكون الغاز عم بنعرضه لدرجة حرارة منخفضة، درجة حرارة منخفضة وشوي بيكون مقدار الضغط اللي عليه أعلى قليلا a little bit. في هاي النقطة، في هاي الحالة، the gas will be liquefied، يتم إسالة هذا الغاز. وحكيت واحد من أهم الإكزامبل على هذا الحكي، كل الليكوفاي جازز اللي موجودة بالأسطوانات بالمستشفيات، زي غاز الأكسجين وما إلى ذلك، واستخداماتها حكينا بالفارماسيوتيكال اندستري، تستخدم في الايروسولز، وكل شيء بروبيلنت، كل شيء مواد فيها كمية من الغاز، أو بتعتمد على الضغط اللي أنا بضغطه على البستن لإخراج هذا الغاز. وأيضا كمان معظم الأستاتيك جازز، غازات التبخير، غازات عفوا التخدير، كلياتها تندرج تحت نفس المفهوم. وصلنا عند العوامل factor affecting solubility of gases in liquid، شو هي العوامل اللي بتأثر على زيادة أو تقليل معدل ذائبية الغازات في السوائل. أول فاكتور هو درجة الحرارة، والعلاقة هي علاقة طردية، أو عفوا هي علاقة عكسية. كلما زادت درجة الحرارة قلت ذائبية الغازات في السوائل. كمان مرة، كلما زادت الحرارة قلت ذائبية الغازات في السوائل. كنت حكيت من شوي إنه واحدة من أهم طرق how to liquefy gases هي عبارة عن temperature reduction، إنه إحنا نخفض أو نقلل درجة الحرارة. So العلاقة عكسية ما بين درجة الحرارة وما بين الغاز solubility، فكلما زادت درجة الحرارة تقل ذائبية هذا الغاز، لأنه الغاز يمتلك higher level من kinetic energy بتساعد هذا الغاز على الانتشار والانطلاق. بده بأي طريقة to escape the surface of the liquid، بده يطلع من سطح السائل اللي بيكون موجود فيه. So the temperature هي علاقة عكسية، the temperature كلما زادت it will expel the gases from the liquid، رايحة تطرد هذا الغاز من ال liquid. This will lead to decrease gas solubility، يقلل أو يخفض ذائبية الغاز
في المادة السائلة. النقطة الثانية البريشر، كلما زادت البريشر increasing solubility of gas liquid، كلما زاد الضغط بزيد الضغط، يعني تقترب جزيئات الغاز من بعضها، يعني تزداد ذائبية الغازات في السوائل. النوع الثالث الـ pH، the pH may affect the solubility of certain gases، وهذا يعتمد على مقدار الـ pH، is it acidic pH ولا هل هي alkaline pH. عندي كمان العامل الرابع اللي هو نوع الغاز نفسه، يعني شو هي الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية لهذا الغاز، فهي تعتمد على chemical properties and the type of liquid used، شو هو نوع الغاز اللي يستخدم. مثلا nitrogen oxide أو nitroxide is soluble in organic solvent، هو عبارة عن غاز. هو عبارة عن غاز يتم إذابته بالأورجانيك سولفنت، N2 غاز النيتروجين CO2، هذول عبارة عن غازات يتم إذابتها في الماء أو في السوائل الهيدروفيلك. فبتفرق معاي شو هي نوع الغاز على طريقة إذابته أو نوع السولفنت اللي يمكن إنه إحنا نذوبه فيه. في عندي ظاهرة يطلق عليها اسم سبليميشن. سبليميشن هي ظاهرة التسامي. ظاهرة التسامي هي عملية تحويل المادة الصلبة أو الحالة الصلبة للمادة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة، تمام؟ تتحول المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. واحدة من أهم الأمثلة اللي كتير موجودة عندنا ببيوتنا، أكيد في بعضنا بيستخدموا النفثلين، بيحطوهم عفوا بالتوايليت، بيحطهم جنب الشباك في التوايليت، بيحطهم عفوا قريب من سلة المهملات بالتوايليت، وات ايفر النفث، او ببعض الناس بحطهم بحطوهم جوا السجاد لما بلفوه بخزنوه للسنه اللي وراها، او بعضهم بحطوه بين الاواعي. النفثلين هو واحد من اهم الامثله على المواد اللي it will be sublimated، تتسامى. يعني النفثلين لما إذا بتنتبهوا عليه حجمه ببلش يقل، بتكون كرة بحجمها كبير، مع مرور الوقت هاي الكرة بتبلش تصغر إلى أنها تتلاشى. اللي بيصير عليها أنه أنا ما بشوفها تحولت من حالة صلبة لحالة سائلة بعدين تبخرت، نو أنا بشوف الحجم عم بقل بدون وجود أي سوائل. هاي واحدة من أهم الأمثلة على المواد اللي بتصير لها سبليميشن، اللي هي التسامي، يعني تتحول المادة إلى حالة غازية أو من حالة فيزيائية صلبة إلى حالة فيزيائية غازية دون ما إنها تمر بالحالة السائلة. فهي it's the process of transformation، المادة من solid to vapor، تتحول المادة الثلج الجاف ثاني أكسيد الكربون على درجات حرارة قليلة لحفظ قطرات العيون. You are right، هيني جايتكم بمثال كتير أبسط، لأنه في كتير بيوت فيها يود أيودين، وهذا رح نشتغله إن شاء الله بالعملي. فهي عملية تحويل المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية without passing through liquid state، من دون ما تمر هاي المادة بأي حالة سائلة. Example عليها الكامفر، example عليها النفثلين اللي أكيد موجود بمعظم البيوت، موجود مثال عليها الأيودين. الأيودين موجود عندنا بالمختبر، ووحدة من التجارب اللي رايحين نشتغلهم إن شاء الله، إنه أنا بقولكم ما منحط اليود لحاله على شكل I2، لازم أدوب معه بوتاسيوم أيودايد، لأنه اليود لحاله it will be sublimated، رح يتبخر وبالتالي رايح تقل تركيزه عندي بالفورميلا اللي موجودة. عشان أحافظ على التركيز اللي أنا بدي إياه من محلول اليود أو من تنكتشر اليود، يجب أن يكون اليود موجود على شكل ميكستر أيضا ما بين البوتاسيوم أيودايد. وعندي كمان إكزامبل عليه دايكلوروبنزين، هدول من المواد اللي بصير لهم كمان سبليميشن، تمام؟ هذا كان كل الحكي اللي بدي نعرفه عن الحالة الفيزيائية، عن الحالة الفيزيائية الغازية. نحكي كمان على الحالة solid pharmaceutical state أو الحالة الفيزيائية الصلبة للمادة.
كلياتنا بنعرف انه الخصائص الفيزيائية للحالة الصلبة انه لها شكل ثابت، لها حجم ثابت ما بيتغير وما الى ذلك. من وين اجت هاي الخصائص؟ ببداية الامر اجت هاي الخصائص من مقدار قوة التلاصق او من مقدار قوة الترابط اللي بتجمع ما بين جزيئات المادة الواحدة. بالحالة الفيزيائية الصلبة قوة الترابط ما بين جزيئات المادة الواحدة قوة ترابط قوية جدا. قوة الترابط قوية جدا هاي تؤدي إلى تكوين إشي بنسميه lattice structure. lattice structure يعني شبكة من الروابط. هاي الشبكة من الروابط بتكون شبكة قوية تمنع الذرات والجزيئات من إنها تعمل أي حركات عشوائية، وبالتالي بتكون حركتها تقريبا محدودة جدا لدرجة إنه هي ما بتتحرك نهائيا لما إحنا بنتفرج عليها بالعين البصرية أو بالعين البيولوجية. هاي المواد بتكون حركتها تقريبا محدودة ما بتتحرك، لأنها هي مرتبطة مع جميع الجزيئات المحيطة حولها بمقدار روابط يقلل ويحد من مقدار الحركة فيها. كنت حكيت قبل شوي جملة إنه أنا ما بشوف حركتها بالعين البيولوجية، مع العلم إنه جميع الذرات والجزيئات في أي مادة هي جزيئات متحركة وعندها كيناتيك أنرجي، لكن الحركة اللي بتكون موجودة بالمركبات اللي موجودة بالحالة الفيزيائية الصلبة حركتها بتكون vibrational. vibrational يعني بتكون تهز وهي مكانها، ممكن عبارة عن حركة دبدبات للأعلى وللأسفل، ما بتكون ملاحظة أو مبينة للعين المجردة، لكن في كل جزيء موجود في الدنيا بيكون في له حركة. ممكن حركته بتكون مقيدة جدا بحكم أنواع الروابط القوية جدا اللي بتكون محيطة حوله. تمام؟ فالسوليد ستيت نحكي على البروبرتيز كاركترستكس لهذه المادة لهاي الحالة. نمبر 1، في عندي attraction forces between atom and molecule, it's highly strong. قوة ترابط اللي بتجمع ما بين جزيئات المادة الواحدة هي قوة ترابط قوية جدا. مشان هيك هاي المادة أنا بشوف إنه حجمها ثابت وشكلها ثابت. ليه؟ لأنه تحكمها أنواع قوة ترابط قوية جدا جدا تمنع هاي المادة من أي حركة ميوعة، من أي flowability. تمام؟ اثنين، it is difficult to change its shape because there is no movement of its molecule. ما في حركة يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، حركتها بتكون حركة ذبذبات أو حركة موجات صغيرة كتير زي حركة اهتزازية وهي مكانها، عشان هيك العين المجردة ما بتلاحظ هذه الحركة. ثلاثة، it is difficult to be compressed. لا يمكن إنها تنضغط. ليه؟ من الأساس لأنه لا يوجد مسافات تفصل ما بين الجزيئات، الجزيئات أقرب ما يمكن لبعضها بتكون موجودة، وبالتالي المسافات ما بتكون في مسافات واسعة للمواد عشان يتم ضغطها، وبالتالي هي غير قابلة للانضغاط، لأنه إذا تم ضغطها بدها تتداخل أنوية الذرات وأنوية الجزيئات مما يؤدي إلى إتلاف المادة، وهذا حكي بنشوفه لما بنضغط أي مادة تتلف المادة تماماً. تمام؟ فهي it is difficult to be compressed, it has a defined shape. في عندها شكل محدد وشكل واضح. It occupies small and defined volume. حجمها واضح وشكلها واضح، والحجم اللي بتاخده يعني حجم الكرسي هلأ رح يضله قد حجم الكرسي بعد 100 سنة. ليه؟ لأنه ما في عندها الطاقة الكفيلة بكسر جزيئات الروابط اللي موجودة داخل ذرات المادة المشكلة للسليولوز، وبالتالي هي it will not escape هذا الشير اللي موجود. So الجنرال فورمولا الشكل العام فيها انه it has a crystalline like structure، إلها شكل باللوري يمكن دراسة أبعاد هذا الشكل under the microscope. نحكي على type of solid material. في عندي أنواع للمواد الصلبة. النوع الأول يطلق عليه اسم الكريستلز، والنوع الثاني يطلق عليه اسم الأمورفس. قبل ما أحكي على الكريستل وعلى الأمورفس بدي أعرف أنا من وين بدهم يجوني. أي مادة ممكن إحنا خليني أحكي أبسط example
بدنا نطلع أملاح من أملاح البحر الميت. شو اللي منجيبه بالبداية من الأساس؟ يجب إني أنا آخذ عينة من المي من البحر، وهاي العينة بدها تكون أول شرط بدي أشترطه، هاي العينة بدها تكون سوبر ساتوريتد سوليوشن، محلول فوق الإشباع، يعني فيه كمية السوليوت، كمية المواد اللي تم إذهابها، كمية كثير أكثر من قدرة المادة على إنها تحتفظ فيها. فأول عامل بدي أشترط فيه إنه المادة بدها تكون سوبر ساتوريتد سوليوشن، محلول فوق الإشباع. ثاني عامل بدي أحكي فيه درجة الحرارة. بدنا ننوه لمعلومة إنه درجة الحرارة تؤثر بشكل كبير جدا على الذائبية، بدليل عند زيادة رفع درجة حرارة المادة، يعني عم بتسخن مي، المي بتقدر تاخد كمية كتير أكبر من السوليوت، وبنقدر نضيف عليها كمية سكر كتير عالية. لكن لما بترجع درجة حرارة المي للروم تمبرتشر، الكمية الفائضة اللي ما قدرت جزيئات المي إنها تحتفظ فيها، it will be precipitated، رايحة تترسب وتبلش تتكون عندي باللورات من هذه المادة اللي تم إذابتها. فأول خاصية عشان أنا أعرف المادة شو كانت عندي، أو أول فكرة، يجب إنه المادة عندي تكون عبارة عن super saturated solution، محلول فوق الإشباع، عشان أضمن إنه هذا المحلول يعطيني، يبلش يترسب ويبلش يعطيني المادة اللي بدي إياها. مع مرور الوقت، لأنه المحلول فوق الإشباع، يعني فوق مشبع، مع مرور الوقت هاي الجزيئات بتبلش تسيتل داون، بفعل وزنها وبفعل الجاذبية الأرضية بتبلش تترسب at the bottom of the container، بتبلش تترسب عفوا في قاع البيكر أو في قاع الحوض اللي احنا عم بنرسب فيه. بناخد هاي الجزيئات ونبلش ندرسها under microscope، آخذا بعين الاعتبار العاملين التانيين. العامل الأول هو الوقت اللي احتاجته هاي الجزيئات عشان تترسب. تنين، درجة الحرارة اللي ترسبت عندها جزيئات. كيف يعني؟ يعني ممكن أنا أخذ عينتين، عينة أتركها تترسب على درجة حرارة الغرفة، وعينة أحطها بالثلاجة، يعني أحطها تحت ظروف درجة حرارة منخفضة عشان أضمن ترسيبها أسرع. درجة الحرارة والوقت اللي احتاجته العينتين هي اللي بتحدد المادة تطلع معاي شكلها كريستل أو يطلع معاي شكلها أمورفس. فإذا الكريستل والأمورفس هو عبارة عن شكلين فيزيائيين للمادة الصلبة اللي هي ناتجة نتيجة ترسيب محلول سوبر ساتوريتد سوليوشن تحت ظروف مخبرية مختلفة، تعتمد على اختلاف سرعة الترسيب، تعتمد على اختلاف درجة الحرارة، تعتمد على اختلاف الوقت المسموح لسرعة الترسيب عفوا لكل عملية، وبالتالي يتضمن الحصول على أنوية مواد راسبة تختلف في أشكالها وتختلف في خصائصها الفيزيائية. واضح الفكرة لهون؟ شباب واضحة ولا أنا بحكي مع حالي؟ واضحة دكتورة، بس ممكن سؤال؟ يا تفضل. هل ممكن نفس المادة تكون كريستال وأمورفوس؟ نعم، هذا الحكي ينطبق، قلت لك، على العين اللي باخذها من البحر الميت. إذا تركتها تترسب تحت درجة حرارة روم تمبريتشر، أكيد معدل السيدمنتيشن، معدل الترسيب، بده يكون بطيء، تحتاج لوقت أطول. لكن البلورات اللي بتطلع معاي بيكون شكلها هندسيا مرتب، بيكون شكل أو ينتمي هاي البلورات اللي طلعت للكريستال ستراكتشر. كريستال ينطبق، أو بتكون هاي البلورات لها خصائص فيزيائية محددة، رح أحكي عنها كمان شوي. عينة تانية من نفس مية البحر الميت، مسكتها وحطيتها تحت درجة حرارة منخفضة، وليست فريزنج، مش درجة تجميد، حطيتها بدرجة حرارة منخفضة. درجة الحرارة المنخفضة بتخلي الجزيئات تترسب أسرع، لأنه المواد بتكون غير قادرة، أو السولفنت بيكون غير قادر على إنه يحمي جزيئات السوليوت أكثر. بتبلش تسقط هاي السوليوت، تترسب أسرع، تترسب بشكل غير منتظم،
ما بيكون لأنها ترسبت سريعا بتكون ما أخذت الوقت الكافي عشان تتشكل أنوية باللورات، شكلها الهندسي معروف. هاي المجموعة بيكون شكلها عشوائي، يطلق عليها اسم amorphous compound مع إنه نفس المادة، بيكون إلها خصائص فيزيائية تختلف تماما عن الكريستال. واضحة؟ واضحة، شكرا. تمام. فعم بحكي إنه الفكرة الرئيسية إنه أنا في عندي من نفس المادة، كل مادة عرضتها لظروف بدي أحكي ترسيبية أو لظروف مخبرية مختلفة، ينتج عنها نوعين من الباودر أو نوعين من السوليد فارماسوتيكال فورم. نيجي أول شيء نشرح الكريستال، لأنه إحنا هذا هو المثال الأقرب لإلنا. أبسط إكزامبل على الكريستال يا شباب اللي هو باللورات الصوديوم كلورايد، باللورات ملح الطعام اللي موجود ببيوتنا. تفرجوا على البلورة، البلورة نقية، البلورة شكلها هندسيا إلها بتحسه زي حواف، تم تصنيعها أو تم تكوينها عن طريق عملية ترسيب للمحلول، ترسيب بطيء دون تعريض المحلول لصدمات حرارية باردة، يعني بدون ما إني أنا بحط المحلول بدرجات حرارة منخفضة. سو تركت المحلول يترسب sedimentation rate، معدل ترسيب كان بطيء، بلشت تتكون crystal nucleus، نواة الكريستالات بلشت تكبر عشان أعطتني شكل محدد من الكريستال. سو شو هي الخصائص الفيزيائية اللي بتترتب على المادة إذا كان تم ترسيبها دون أي ظروف أو دون التلاعب بأي ظروف مخبرية خارجية؟ أول شيء المادة it molten on certain degree altogether، درجة انصهار المادة الصلبة اللي طلعتها بتكون درجة انصهار واحدة، وكأني بحكي رقم واحد، يعني الصوديوم كلورايد ينصهر مثلا على درجة حرارة 97 سلسيوس ديجري. هاي أول نقطة، فدرجة الانصهار هي رقم وليست رينج من 94 ل 100، لا أنا بحكي رقم محدد 97 سلسيوس ديجري. تنين، شكلها الفيزيائي أو شكلها الهندسي، أبعادها الهندسية it has a regular external shape، على الأغلب بيكون إلها شكل هندسي لأنه الجزيئات أخذت الوقت الكافي حتى يتم ترسيبها بالمعدل الصحيح، فشكلها الخارجي هي تحتوي على شكل هندسي منتظم. ثلاثة، لما هي أخذت جميع الظروف السليمة لعملية الترسيب it has a low solubility، معدل ذائبيتها ما بقدر أحكي عنه low، لكن معدل الذائبية بيكون أقل نوعا ما من شكل الأمورفس. هلأ هي أقل ذائبية لكنها أعلى ثباتية it has higher stability لما أنا بخزنها عندي على الرف. ليه؟ لأنه ظروف ترسيبها كانت ظروف طبيعية، ما في أي تلاعب بأي ظروف خارجية، فبالتالي البلورات أو الكريستالات اللي تشكلت بتكون هاي ستيبل، شكلت الروابط الداخلية بيكون نوعا ما، هلا ما بقدر أحكي ذائبيتها قليلة لكن ذائبيتها بتكون أقل من ذائبية الشكل الأمورفس. تمام؟ بينما لما بمسك السوليوشن أو السوبر ساتوريتد سوليوشن بعرضه لظروف مخبرية مفاجئة، درجات حرارة منخفضة كثير، بتبلش المواد العالقة بهذا السولفنت إنها بتبلش تترسب، بتبلش تترسب. لما بتبلش تترسب مع انخفاض درجات الحرارة أنا ما بعطيها الوقت الكافي إنها تترسب بسرعة المناسبة، بتبلش تترسب بسرعة عالية، وبالتالي ما بترك الوقت للجزيئات إنها تاخذ أي شكل هندسي واضح، بتكون شكلها الهندسي يطلق عليه اسم أمورفس غير محدد المعالم، بيكون شكلها ما له شكل هندسي واضح، بتكون كيف الكثافات الإلكترونية، كيف الغيمة، نفس الغيمة بيكون شكلها. هذا شو بينعكس على خصائصها الفيزيائية؟ المواد اللي شكلها السوليد دوزج فورم هو أمورفس مولتن اوفر رينج اوف تمبريتشر
وانترفال ميلتينج بوينت، هي تنصهر على درجات حرارة رينج، رينج يعني مدى، يعني تنصهر على درجة حرارة من 94 ل 100. فهو أنا ما عندي درجة انصهار واحدة محددة، أنا عندي إياها على شكل رينج. هذا أول شيء. النقطة الثانية، بما إنه ما تركت لها المجال إنها تترسب بمعدل الترسيب السليم، معناته ما استطاعت إنها تشكل regular external shape، شكل هو شكل غير منتظم نهائياً، يعني ما في شكل هندسي واضح الشكل. هذا بينعكس لأنه تم ترسيبها بسرعة، هذا بينعكس على معدل ذائبيتها، وبالتالي it has higher solubility، معدل ذائبية عالي كتير. هذا بينعكس كمان على ثباتيتها، it has a low stability structure، ثباتيتها معدل قليل جدا مقارنة مع الكريستال. فكل نوع من أنواع أو كل شكل من أشكال السوليد فارماسوتيك أو السوليد فورم له خصائص معينة تعتمد على معدل الترسيب، سرعة الترسيب، ودرجة حرارة الترسيب اللي تعرض لها هذا المحلول. سولي كريستال البلورات هي عبارة عن the smallest unit in solid state، هي أصغر جزيء أو أصغر مادة أو أصغر حجم يمكن إنه إحنا نلاقيه في أي مادة في الحالة الصلبة في الموليكيولز. مثال عليهم، إذا أنا بحكي عن موليكيول، عن جزيئات، عم بحكي عن النفتالين، وإذا عم بحكي عن أيونات عم بحكي عن الصوديوم كلورايد. The crystals they have different shapes، أن في عندهم أشكال مختلفة، ممكن شكلها يكون عبارة عن الترايسينيك، ممكن تكون كيوبيك، ممكن يكون شكلها سداسي، ممكن شكلها يكون أسطواني، ممكن شكلها يكون إبري، ممكن شكلها يكون مكعب. الفكرة فيه إنه أشكالها أشكال هندسية منتظمة المعالم، معروفة المعالم. تمام، نحكي عن خاصية إشي بنسميه البوليمورفيزم. البوليمورفيزم هي ظاهرة تعدد الأشكال أو ظاهرة تعدد البولي، يعني متعدد، مورفيزم يعني أشكال، فهي ظاهرة تعدد الأشكال. شو المقصود فيها؟ It's the ability of any substance to be existed in two or more crystal form، قدرة المادة على إنها تكون موجودة بأكثر من شكل كريستالي. تمام، This will give rise into different physical character، هذا يؤدي إلى اختلاف solubility، يؤدي إلى اختلاف melting point، يؤدي إلى اختلاف boiling point وما إلى ذلك. يعني حتى لو إنه المادة موجودة بشكل كريستال، الخصائص الفيزيائية للشكل الكريستالي الإبري تختلف عن المكعب، تختلف عن الهكساجون اللي هو الشكل السداسي. هاي المادة يؤدي إلى اختلاف بذائبية هاي المادة، اختلاف بالذائبية melting point الانصهار وما إلى ذلك. هذا يفسر ليش بعض أنواع المواد، مع أنه أنا عم بحكي عن صوديوم كلورايد، لكن نتيجة الشكل تبع الصوديوم كلورايد اللي طالع عندي يؤدي إلى اختلاف بعض ذائبية وبعض الملتينج بوينت للصوديوم كلورايد، مع إنهم they are crystal. هاي الظاهرة أو هاي الفينومينا يطلق عليها اسم polymorphism. عندي مثال عليها كمان، الرايبوفلافين. الرايبوفلافين we use the more soluble crystal to increase the absorption. طبعا هذا أفضل شيء إحنا بنعمله للأدوية. أنا بدور على أعلى ذائبية أو أكثر جزء أو أكثر كريستال هو عنده أعلى ذائبية من هاي المادة. ليه؟ عشان أضمن إني أنا أحط أقل كمية سوليوت أو أقل كمية مع أقل كمية من المي، عشان أضمن إني أنا بستخدم أقل كمية من المادة. حتى رقم تلفونه اللي ما بيشرح ما هذا اللي طيب. طيب فهذه هي الفكرة. فأنا عم بحكي على الرايبوفلافين، إحنا بنستخدم أفضل مادة مور سولي بالكريستال to increase the absorption of it. بستخدم يعني أعلى absorption، يعني أنا بستخدم أكبر كمية من السوليوت مع أقل كمية من السولفنت، بضمن homogeneous solubilization ما بينهما. تمام،
شو هي العوامل اللي بتأثر على البوليمورفيزم، على ظاهرة تعدد الأشكال؟ نمبر 1، شو نوع السولفنت اللي أنا مستخدميته؟ لأنه في عندي أنواع مختلفة من السوائل اللي أنا بقدر أستخدمها، وتختلف ذائبية المواد باختلاف السولفنت اللي أنا بستخدمه. 2، درجة الحرارة اللي أنا عم بعرضها لهذا السوليوشن، واتفقت معاكم إنه التلاعب بدرجات الحرارة علاقة طردية، كلما رفعت درجة الحرارة بتزيد معدل ذائبية المادة، هذا بينعكس على إنه المحلول اللي أنا عم بشتغله ما رح يكون محلول ثابت فيزيائيا، لأنه أنا بلشت أتلاعب بواحد من الظروف اللي بتتحكم بالذائبية. 3، additive substance، أي مواد أخرى مضافة. أي مواد أخرى مضافة يمكن إضافتها أو يعني تضاف لهذا السوليوشن أو لهذا المحلول، ممكن إنه يكون لها تأثير إنها بزيادة ذائبية المادة، ممكن تقليل ذائبية المادة، بعض المواد ما إلها أي انتراكشن، فبصفي طبيعة المادة المضافة. ورح نمر كمان شوي على مواد أديتف إضافية، بعضها يقلل ذائبية المواد، بعضها الآخر بزيد من ذائبية المواد، وبعضها الثاني it has no interaction، ما بتتدخل ولا بتزيد الذائبية. شو المقصود بعملية الكريستاليزيشن؟ كريستاليزيشن عملية بلورة المواد. Crystallization is the process of achieving crystal out of solution، هي عملية تكوين كريستالات أو بلورات من المواد اللي بتكون أصلاً موجودة بمحاليل. أول نقطة بدي أرجع أكرر عليها، ما بتزبط عملية الكريستاليزيشن إنها تصير إلا إذا من الأساس أنا ما بلشت من super saturated solution. إذا أنا ما بلشت من محلول فوق الإشباع، أنا ما رح أوصل لمرحلة إنه البلورات عندي تبلش يصير لها عملية بلورة أو كريستاليزيشن. فأول نقطة ضرورية إنه السوليوشن اللي أنا بدي أبلش منه the solution must be saturated، مش saturated فقط، بده يكون super saturated. So to get the crystal out to become super saturated and this is done by، كيف بدي أخلي المحلول تبعي super saturated؟ من الأساس أنا بأخذ أو بخلي كمية السوليوت كمية عالية، لكن إذا ما قدرت أضيف كمية السوليوت في عندي طرق مخبرية أخرى بقدر أحول المحلول لsuper saturated. نمبر 1 قلت لكم ممكن إنه إحنا نخفض درجة حرارة هذا السوليوت. 2، ممكن إني أنا أسخن هذا السوليوت، مع التسخين تبدأ جزيئات السولفنت بالتبخر، بتركها تبرد بصير المحلول super saturated. النقطة الثالثة إني أنا أغير الـ pH، أغير الرقم الهيدروجيني للمادة. والنقطة الرابعة عن طريق إجراء تفاعلات كيميائية side chemical reaction أضمن من خلالها ترسيب هاي المواد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية formation of the crystal from solution involve two steps، عشان أضمن إنه في عندي بلورات بلشت تتشكل ضروري عملية تكوين هاي البلورات تصير على شكل مراحل. المرحلة الرئيسية أو المرحلة الأولى هي تكوين أول نواة بلورة راسبة، هاي هي أصعب مرحلة بتكون بعملية الكريستاليزيشن. بعد ما تترسب أو تتكون أول نواة باللورة راسبة بده يبلش ينبني عليها، بده يصير عندي كريستال جروث، بتبلش هاي الكريستالات تنمو على بعضها، ببلش حجم الكريستالات مرئي بالنسبة لإلي، تمام؟ فإذا عملية الفورميشن لأي كريستال ستتضمن خطوتين، الخطوة الأولى اللي هي الأصعب طبعاً creation of crystal nuclei، والخطوة الثانية هي عبارة عن the growth of this nuclei عشان تبلش تعطيني أحجام كريستالات كبيرة. How to get crystal nuclei، كيف بحصل على نواة هاي الكريستالات؟ Number one اللي هي عبارة عن introduction of monoclinic crystal dissolved substance، this is phenomenon called seeding، هاي العملية يطلق عليها اسم seeding. Seeding بتبلش أول جزيئات عالقة وغير قادرة، جزيئات السولفنت على حملها، بتبلش تسقط أو تترسب بفعل وزنها وبفعل جذب الجاذبية الأرضية لإلها، فهاي العملية يطلق عليها اسم seeding، يعني
كل البوتوم اوف ذا كونتينر بتبلش تترسب عليه لكن ما بتكون مرئيه للعيان. تمام. Using thread scratching, ممكن إني أنا أستخدم scratching toward the glass of the beaker and the rough surface. إن شاء الله بالجامعة رايحين تشتغلوا هاي التجربة live. رايحين تمسكوا البيكر اللي أنتم حضرينه already super saturated solution وتحطوه بآيس باث بحوض فيه تلج، وتمسكوا glass rod زي عصاية فيه من الأزاز وتبلشوا تعملوا خدوش على السطح الداخلي من البيكر. هاي الخدوش على السطح الداخلي من البيكر تؤدي إلى إنتاج موجات، هاي الموجات بدها تمر داخل هذا السوليوشن. الموجة هاي لما عم بتمر بتضرب بالجزيئات العالقة فبتساعد بسقوطها. هذا السكراتشنج اللي هي الخدوش اللي نجريها على السطح الداخلي للكونتينر أو للبيكر بتسرع من عملية السدمنتيشن. بهاي الحالة بتبلش تطلع عندي اللي هي بداية نواة الكريستالات. So using the thread بنبلش بنعمل عملية scratching the glass of the beaker على rough surface، بتبلش تتكون عندي نتيجة القحط أو الشخوط اللي بعملها على الكونتينر من الداخل. The deriving force for enucleation and growth هي عبارة عن super saturated solution. بعيد نفس الجملة، إذا أنا من الأساس ما بلشت من محلول فوق الإشباع فوق مشبع ما رح تصير عندي عملية الكريستال فورميشن. هلأ في عندي نوعين من الكريستال. الكريستال ممكن يكون حجمها كبير وممكن هاي الكريستال يكون حجمها صغير. اللارج كريستال اللي حجمها كبير they are obtained as a result of the slow cooling of solution. بيقطع كتير. طيب أنا رح أفصل بما إنه باقي عندي 2 minutes، رح أفصل وأرجع لكم، أرجع عفوا أبعت لكم نيو آي دي. تمام شباب؟ رح أفصل. تمام دكتور. أوكي يعطيكم العافية.